بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأربعون. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان، وبعد، فما زال كلام الشيخ رحمه الله موصولا على حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن ذكرنا نصه في الحلقة السابقة. قال رحمه الله: وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد، وما هو من جنسه مع زيادات أخر كما ذكر القاضي عياض. قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند مصيبته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. قال: ويروى تقبل توبتي. فقال الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب عليه وغفر له. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ أو قصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجوز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتاب المبتدأ. وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، والنزاع في ذلك مشهور، لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك. وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه إنه منكر الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث، وقال فيه يحيى بن معين كذاب، وقال الدارقطني متروك. ثم ذكر الشيخ لهذا الحديث رواية أخرى
ثم قال: قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من المصنفين من يذكر ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا مما يرد في الفضائل، ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات. ومن العلماء من يروي أمثال هذه الأحاديث على عادته الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي. وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم، وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: والمقصود أنه ليس في هذا الباب، يعني التوسل بالأشخاص، حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادعو بكذا وكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. قد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعون التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضهم، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحا، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادة والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر الشارع به، فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا، يعني رحمه الله، وما دام أن الدعاء عبادة فإنه لا يجوز أن يدخل فيه شيء إلا بدليل، لأن العبادات توقيفية، والتوسل بالأشخاص في الدعاء أمر مبتدع لم يقم عليه دليل، فلا يجوز أن يدخل في العبادة. وبهذا يتبين غلط من يقول إن التوسل مسألة فرعية كما يقوله بعض جهال العصر، وإنما المخطئ فيه كالمخطئ في المسائل الفرعية عندهم، وهذا القول باطل، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، فهو من صلب العقيدة لا من الفروع، والخطأ فيه خطأ في العقيدة. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.